شو يا ابن الشريفة يا ابن العفيفة يا ابن الطاهرة اش هذا؟ اش كدير انت تما؟ والو والو سلام عليكم. بيجي لعنده جاي لعنده اوكي راح لورا هات لي شوف ها ها شوفه عم يبوسه عم يبوسه من ورا اوب بالفيكتور عليكم السلام السلام عليكم حبايبي الكرام. قبل ما نبلش بهذا المقطع صلوا على الحبيب محمد. وبهذا المقطع حبايبنا الكرام اوجه رساله لجميع لاعبين فري فاير ان تنتبهوا من هذه الظاهره ولا تعملوها حبايبي. نصيحه للجميع لانه ممكن حساباتكم تتبند. وبنفس الوقت حبايبي يعني رساله كمان للشركه انكم تصلحون هذا الامر باسرع وقت ممكن، لانه الصراحه يعني هذا الشيء بيضر كثير من اللاعبين بفري فاير واكثر اللاعبين اللي هم اللاعبين يلعبون على جراند ماستر والسكور وهذا الشيء. انا بفهمكم اوكي حبايبنا. ما بدي اطول عليكم اكثر من هيك حبايبنا، باقي شوي نوصل لل 100 الف مشترك على قناه اليوتيوب حبايبي. بطلب من الجميع ان يشترك، اللي مش مشترك ويفعل الجرس ولا تنسوا تحطون اللايكات والشيرات. وشاهد ممتع حبايبي، وانتبهوا كثير يا اساطير، انتبهوا لا تعملوها ولا تجربوا. بترككم على المقطع. يا ابن اللذينة يا ابن اللذينة وين اخذني؟ لا وين اخذني؟ لك يا شباب. Why are you running? Why are you شو هذا؟ هذا هو لا طيحني انا طيحني. وين انا يا ابن الحلال؟ وين انت؟ وراك انا ما شايف، انا بالسما اصلا وراك ليه بس راس لارنا بالبهية الله ينعنوه. وين انا شباب؟ شلون افلم؟ Really nigga. لا 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 شو هذا بيصير؟ اجا فد اجا عاوني واحد اجا عاوني. ليش انا وين؟ انا وين اصلا؟ انا وين؟ ليش بعرف انا وين؟ شو هذا الشباب طاير؟ لك شو عم بيصير؟ يالله هذا هو الهاكر، هذا هو الهاكر. لك شو هذا؟ لك شباب شو عم بيصير؟ يالله لا شوف حسين، شوف اعصابه ان شاء الله. لك وين انا اصلا؟ ما بعرف وين انا يا زلمه. لا ما بيضربني واحد نزلني، واحد كلب نزلني، واحد كلب. شوف 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 شباب الهكر انا شنقني علقني من رقبتي بالسماء. السلام عليكم، فينا ولاد الحاج زينين؟ صافا مزيان. اريزد اولويز لا فاليز كي دايرين؟ ليك 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 ارنب 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 واحد كلب شو اسمه؟ شوف عم بقي فيق عم يمشي. راه هو انفس معايا الفرق. هذا هو يا ابن هذيك. لك شو هذا يا شباب؟ شو هذا؟ يا ابن الشريفة يا ابن العفيفة يا ابن الطاهرة اش هذا؟ اش كدير انت تما؟ والو والو ليك 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 وقف 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 بس اسمه كاستر اسمه وقف فيك يا زلمة. لحظة كلهم لقلقين، ها كلهم لقلقين. ايه هو ضيعهم. شوف الكلام يلقلي. هلا وقف شوي. شوف 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 وصار شباب شنقني، حسيت واحد مسكني من رقبتي وعلقني. وقف فيك يا زلمة، وقف فيك وقف فيك وقف فيك وقف فيك وقف فيك يلا وقف فيك وقف فيك يا زلمة وقف فيك. عم بيعمل هيك يلا بيعمل هيك. وين هذا؟ شو حسيت راح يموت كمان؟ انا ما اعرف وين خريطة. علقني يا زلمة، شي مرة شدني من سروالي، شي مرة بيرفعني من رقبتي. شو هذا؟ خرجتوا ولا خرجتوا؟ اوكي هات الفقيرات امك. وقف ها شو هذا؟ وقف فيك معلم، وقف فيك. شفتها
شفتها واقف هيك هيك واقف هيك عم بمشي هيك عم بضرب الكل عم بضرب هيك عم بضرب بمشي هيك وبضرب الكل معلم هيك هيك شوف هيك شو هذا يا زلمه تقول لي مهاكر يا الله تقول لي ليش واحد يوقف هيك شباب يضرب الناس واقف هيك معلم واقف شوف شوف يا سلام ارنوب عنده ريش عنده اشياء حط الكاميرا عليه خلينا نتفرج وينه ها شوفوا ليكو 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 شوفوا شوفوا ها شوفوا واقف ساعته واقف هيك شوف ارنوب ارنوب واقف هيك معلم كاسترو ارنوب عم يتفرج على الناس يا سلام تقول تقول ماينكرافت هاكر ماينكرافت هاي شباب هاكر ماينكرافت بلعبة فري فاير اب شوخ اب شوخ فرق السلام عليكم عنده اوكي راح لورا هات لي شوف ها ها شوف عم يبوسه عم يبوسه ورا اوب عليكم السلام مش بالفكتر مش بالفكتر يا حرام الله ليش قولي مو هاكر يا باب شو عم تحكي بعتله اضافه بعتله اضافه عم تحكي انت ابو شريك هاكر يا هلو هلو تسمعني بسمعك يا برو انت 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 هاكر انت هاكر شو اشرح لي هات لي اشوف تفضل نعم اخي انت هاكر شو معلم انت انت شو عم تعمل تعمل بالفيكتور واقف هيك ايدك هيك واقف هيك تمشي هيك ايدك واقف هيك يمشي شو شكله وين هذا الكاسترو كاسترو كاسترو نازل يجلد بالناس واقف هيك هيك توقف مين بيجلد بالناس مين هذا كاسترو كاسترو اللي اسمه كاسترو ايه شو بو ميخور اشرح له يا اخي يا ابو انت ابو الليل انت الو 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 قال لك انت اللي قتلتينا صديقي قتلتينا بربع بينا كيش كيش عملتي ضربتينا كاملين هيد وحنا هنا تقليتينا ومي جينا نتفرجوا فيك جوارناك عامل واحد الحركه واحد المومياء كنمشي نقتل بنادم هيد عادي كيفاش هادشي هذا يا برو هذه كنت بجربها علمني اياها صاحبي وانت عم تعملها يعني انت بتعرف ممكن يتبند حسابك انت هلا ها لا ليست برنامج او شيء تحمل الاثنين هذا الاسلحه تحمل الاثنين تدير مقلايه وترجع تدير السلاح ديركت يصير تقتل واحد بدون ما يلقلق والله ممكن تبلع ممكن تبلع شيء كاسترو او كاسترو وفاش فاش كتعدل مثلا هذا على بالي اسمع اسمع هذا ليس بليش اسمع اخي خليني اتكلم بالله بس ثانيه هذا انا أوكي. انا لا استخدم انا لا استخدم الجليش ولكن هذا صاحبي الان ديركت قال لي قال لك هناك شيء عليك ان تجربه قلت ماذا هو قال لي اسمع اسمع بالله خليك قال لي احمل اثنان زوز اسلحه وارم دير له على يسارك الزوز اسلحه وحط مقلاي وديركت دير ديركت البوكس فهمتني يصير يلقلق الواحد بس يشوفه يعني انا لا استخدمهم يعني لا يهموني ولكن كنت اجربهم يعني ولكن واش عملتي انت تلاقينا احنا كاملين فهمت يعني الناس يعني انت هلا انت عم تعمل شيء عم تخرب على الكل يا صديقي فهمت علي يعني انت عم تدخل فهمت علي يعني انت عم تعمل شيء عم تخرب عليك يعني انت عم تعمل شيء يعني ممنوع يعني انت عم تعمل شيء انت لما تعمل هالحركه او شخص ثاني يعمل هالحركه تمام انت تخرب الجيم يعني يعني انت تعتبر مخرب فهمت علي فهمتك يعني انت يعني جليتش ولا مو جليتش انت مخرب يعني من الاخر انت اذا انت اذا اسمعني 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 اذا اسمع 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 خليني احكي لك كلمتين انت الان انت شو عملت لما تعمل هالحركه هاي شو يصير عنا نحن بالخمسين شخص اللاعبين تخرب الجيم لما تخرب الجيم شو تصير تخرب البارتي كله على بعضه فهمت علي فهمتني فهمتك يعني انت هلا انت عم تعمل شيء عم يتخرب يعني هلا اللعبه راح تشوف انه انت عم تستعمل عم تعمل اشياء عم تخرب اللعبه يعني ممكن تتبنت اخوي يا صاحبي انتبه هو بيقول لك هاكر كنت اجربها طب انت انت انت, انت ما لازم كنت تجربه انت هلا انت حاطط حسابك يعني عرضت حسابك للشكوك فهمت علي فهمتك
فهمتك فهمتك، حتى حساب التبنيد حتى انت يعني خنزير عندي طايحه يعني. على طلع خنزير، لا فهمان عليك، فهمان عليك، انت عم تعمل شيء ما لازم يصير، مشكله باللعبه بلاكس، عندك شيء بال 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 عندك مثل شغله السينيال، بتعمل سينيال بس ما لازم تعمل هالشيء، ممكن يعني في كثير من الحسابات عم يتبندوا من ورا هالشغله، انتبه حبيبي. فهمتك فهمتك. هو انا قالوش قول له قاعد جرب برا، جرب في تروح كلاسيك، علاش تعبيت تلعب سكور، علاش تضر فينا يعني مثلا اسمع اسمع يا اسمعني اسمعني، بدخلك كلمتين بدخلك كلمتين بدخلك كلمتين. شوف انت مثلا الان في اشخاص يلعبون جراند ماستر، يلعبون سكور، تيجي تخرب عليهم هالتخريبات، بتعرف كم تروح لهم تعب اكثر من يوم ولا ثلاثة ايام؟ انا من قبل كنت جراند ماستر، يعني تعملهم تقسم يعني تخرب عليهم. ليك يا حلوين كل عم يتفرج علي انا على البث المباشر، لا حدا يعمل هالشي شباب، الله يخليكم، انتبهوا انا عم بحذركم. اسف اسف يا اخي، والله اسف يعني علي. فهمتك يا، حتى الناس تسبني، والله الناس تسبني. لا ليش عم تخرب انت، وانت عم كله عم تجرب، انت ما لازم تجرب، انت بالعكس ما يصير تخريب، نحن ضد، نحن ضد التخريب، فهمت علي؟ يعني اذا شفت حسابك صار له شيء لا تلوم حدا، فهمت علي؟ شانك. فهمتك يا برو. طيب يلا شباب انتبهوا على حالكم، يومكم سعيد شباب، الى اللقاء. انتبهوا ولا تعملوها، ازعجكم اصحابكم قولوا لي يعملوها، الله يخليكم، لانه في كتير بليز. اوكي يلا بشوفكم على خير، سلامات شباب، سلام.